لما إيليا يصلي في ملوك الأول 17 وتغلق السماء ويكون لا طل ولا مطر لمدة سنين، هذا السنين إلا عند قوله، إلا عند قوله 3 سنين ونص، كان في مؤمنين 7000 مؤمن، ما سمعناش ولا مؤمن من المؤمنين ده خد وجبة وداها لإيليا، ولا مؤمن. هل الله عرف يرعى إيليا؟ أكيد. عند نهر كريس الله كان بيبعث له غربان بتعوله. يمكن عندك احتياج وبتقول مش عارف، حتى المؤمنين والخدام محدش حاسس بيا، بس الإله اللي انت بتحيا ليه بالإيمان الموجود جواك، ربنا عنده ملائكة زي الغربان دول، عارفين الكتاب سماهم غربان الله، لأن الغراب ده ما كانش غربان غراب عادي، ده كان غراب مرسل من الله. فالله عنده رسل بطرق متنوعة يعرف يبعث ويسدد كل احتياج، لأن هو مسؤول عن رعايتك بأغرب وسيلة، بأغرب وسيلة. لأن الغراب هو طائر أناني، يعني ما بيعطي أكل، ما بيعطي يعني. مظبوط. لكن تخيل من 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 مكان الخاطف اللي بيحب بالذات ده كان بيحمل طعام محبب له، لا ومواعيد ثابتة صباح ومساء، وما فيش حد عنده خبز أو لحم إلا القصر، يعني يمكن كان يجيب لياته. تخيل لما إيليا في السماء انت هتاكل من وين؟ وبعدين يجي الرب بعته لما النهر جف، بعته عند أرملة. طب أنا كنت فاكر أنه هبعته الرب عند أرملة غنية، لكن طلعت أرملة يدوبك عندها كعكة صغيرة، كعكة صغيرة تسويها وتاكلها هي وابنها وبعد كده موت. تخيل معايا، أنا توقعت أن الأرملة هي اللي تعول إيليا، أنا فوجئت الرب على الاثنين. يبقى الإيمان هنا عمل إيه؟ إيليا أطاع. أيوة. ويروح عند أرملة ويقول له اعمل لي أولا كوارد دقيق لا يفرغ، كوز الزيت لا ينقص. يكون الإيمان إدى ثقة في رعاية الله. الإيمان يبقى عندنا احتياج، عندنا ظروف صعبة، الإيمان الذي يشجع حياتي الإيمانية، وأفاجئ أن الله بيملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في المجد. عشان كده لا تشك في محبة الله، إيمانك يشجعك ويحول فشلك إلى نجاح. أكيد. إيمانك يحول ضعفك إلى قوة، ده الإيمان. إيمان يسند في وسط الظروف، والإيمان بيرعى.